يبدو أن تداعيات الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به محافظات كردستان العراق آخذة بالتصاعد. ناشطون وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية نظموا أمام مبنى محافظة السليمانية وقفة احتجاجية نددت بقرار حكومة كردستان العراق زيادة الضرائب والرسوم في مختلف القطاعات الخدمية. ويقول أحد المنظمين للاحتجاج إن قرار زيادة الضرائب ورسوم السلع جاء في وقت غير مناسب نظرا لما تشهده كردستان من أزمات اقتصادية عديدة. نحن كممثلي منظمات مجتمع مدني وناشطين أتينا لرفض القرار الصادر من الحكومة ولإبدأ احتجاجنا لمجلس المحافظة بسبب زيادة الرسوم والجمارك في هذا الوقت المتردي الذي تمر به كردستان. وليس فرض الضرائب وزيادة الأسعار هي المشكلة الوحيدة التي تحدث عنها المحتجون، حيث طالت سهام الاحتجاج المسؤولين في مجلس محافظة السليمانية. زيادة الأسعار اللي هم جايين عليها أبد ما يرجع إلى أصلها، على مود اللي قاعد بالمجلس المحافظة والمجلس الوطني ليس مندوب الشعب، هو مندوب الأحزاب، وأبد أي مندوب الحزبي ما يسوي شيء من أجل مصلحة الشعب. المجلس عقد بدوره اجتماعا طارئا قرر فيه إيقاف العمل بالقرار الذي صدر عن حكومة كردستان حول استحصال الضرائب والرسومات من المواطنين. اليوم مجلس المحافظة قرر بأن يرسل رسالة إلى برلمان كردستان وإلى مجلس الوزراء لكي يوقف هذا القرار خصوص بالرسومات والجمرك للمواطنين. طلبنا منهم أن يوقف هذا القرار، ونطلب من والنقطة الثالثة نطلب من محافظ سليماني أن يوقف هذا القرار حتى يجي جواب من برلمان كردستان من حيثيات القرار التي تطلع من مجلس الوزراء. يذكر أن حكومة كردستان العراق قررت زيادة مبالغ الضرائب والرسوم في مختلف القطاعات الخدمية العام الماضي، لكن قرار الحكومة جاء في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة المالية بعد أحداث الاستفتاء وما تبعه من حصار اقتصادي على مناطق كردستان العراق.